اخوي احنا بعد نزول من سهل الغابه اتجهنا على سهل الروج، والحمد لله الله ساعدنا وبعث لنا ناس تعطينا الارض من عندهم، حفرناها وزرعنا سمش بها مقابل احنا تعبنا، لان احنا ومهنتنا الاساسيه هي تربيه الاسماك بشكل ما. مثل الكل يعرف انه سهل الغاب المرتبه الثانيه بتربيه الاسماك، لو انه مثلا فكر النظام انه اذا اخذ المسامك وشي راح نوقف عنا العمل، لا احنا مستمرين الحمد لله بتربيه الاسماك، وين ما رحنا راح نربي اسماك الحمد لله. تتعلق سلور سلور بالنسبه لسعر السمك يعني مبين غالي على المواطن، واحنا عم احنا كمربين اسماك عم تفرق معنا التكلفه مازوت او ايدي عامله، غلا شيء لا يوصف، يعني تعرف كل الناس تعرف بغلاء بالاسعار كامله، لذلك انا اتمنى يصير رخص ونوصل للمواطن باحسن الاسعار.